حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه وحلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب، فاصل قصير وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه. قبل لا نبدي بمواضيعنا واحداث حلقتنا، يعني مثل ما تعرفون الليالي هذه هي ليالي شهر محرم الحرام، نعزي الإمام صاحب العصر والزمان والمراجع العظام بذكرى هذه الليالي، الليالي الأليمة اللي يعني مرت علينا ومرت على المسلمين والمؤمنين، اللي هي ذكرى استشهاد سيدي ومولاي الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس. بكل تأكيد راح تكون عندنا مواضيع تخص هذه المناسبة الأليمة في حلقتنا لهذا اليوم، ولكن أول موضوع عندنا في هذه الحلقة هو موضوع أصبح ترند شائك في مواقع التواصل الاجتماعي لما فيه من ملابسات وقضايا، وناس تحب وتدور الشهرة أو الطشة، خلينا نحكي بهذا المصطلح الدارج، لأسباب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه مستحيل أنه أنت تقدر تشوف هيجي أشخاص بتصرفات ما أنزل الله بها من سلطان، بتصرفات بذيئة، بتصرفات قذرة وعذرا للمفردة. والمؤسف بالموضوع أن الدول اللي هم بيها يحمون ويقدرون ويعظمون هذا الشيء اللي أمامكم، بعد ما أو بعدها هي مستمرة قضية سلوان ما أدري شو اسمه، بعدها مستمرة، لو يطلع لي واحد والله وين هالمرة بالدنمارك مدري وين، وهم يعني يجي يريد يحرق المصحف الشريف وأيضا العلم العراقي أمام سفارة العراق في الدنمارك. موضوع صار عادة، يعني صار ياهل يجي والله ياهل ضايج، ياهل يريد يطش، ياهل يبحث عن شهرة. أنا متأكد هذا التافه يعني، وعذرا لهذه المفردة مجددا، سلوان القذر هذا الشخص، أنا متأكد بعد سنة تلقوه لو بالأمم المتحدة، لو محلل سياسي بالقنوات العالمية، لو مضطهد، لو ما أعرف شنو. أنا متأكد من هذا الموضوع لأنه هو يبحث عن هذا الموضوع. بعدنا بقضية سلوان ويجينا هذا الشخص اللي أيضا راح نشوف تفاصيل الموضوع اللي نعرضه على حضراتكم. قدامكم الصورة من أمام سفارة العراق في الدنمارك، أيضا مجموعة أشخاص قاموا بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي. ما أعرف يعني شنو الغاية، يعني أنت شفت اللي صار قدامك زين، وليش ليش يعني ليش إقبال السفارة العراقية تحديدا بالذات، ليش بهذه الأيام زين، هذاك اختار العيد الأضحى وهذا اختار ليالي محرم الحرام، ما نعرف شنو الأسباب اللي أدت إلى هذه الأفعال. ما أعرف من يوقف وراهم، يعني إسرائيل توقف ورا هذا الموضوع، أمريكا، يا دول قذرة توقف ورا هذا الموضوع، والأدهى من ذلك السويد والدنمارك تحمي هؤلاء الأشخاص وترفض أن تسلمهم للسلطات العراقية أو القضاء العراقي، والقضية قضية قضاء عراقي، لأن هذه الأفعال محرمة بالقضاء بالقانون العراقي بالدستور، من يسيء إلى العلم العراقي وأيضا كتاب الله القرآن الكريم. وأيضا موضوع ليش بس العراق اللي جاي يحكي، ليش بس العراق اللي متصدي للموضوع، القرآن الكريم عراقي مثلا، قرآن إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وين الدول العربية من الموضوع، وين الدول العربية اللي دائما ما نشوفهم بس يستنكرون، فقط استنكار وبس، احنا سحبنا السفير وطردنا سفيرهم وقطعنا العلاقات الدبلوماسية بيناتهم بين العراق والسويد، وأيضا الدنمارك أكو كلام حول هذا الموضوع، وأيضا رسالة المرجع الأعلى السيد السيستاني إنه هذه الأفعال اللي يعني للأمم المتحدة، إنه هذه الأفعال أفعال يعني تحرض على العنف الديني والطائفية والكراهية بين المجتمعات. زين ليش فقط العراق هو اللي أخذ موقف، يعني وإحنا نعرف إنه المسلمين مو بس بالعراق
ولا بالدول العربية، موجودين بكل دول العالم. زين، واكو جاليات مسلمة بكل يعني هاي الدول الأوروبية. زين، فلذلك خليني يعني نتحدث عن هذا الموضوع أكثر من خلال اتصال هاتفي مع الأستاذ أحمد الصحاف من وزارة، الدكتور أحمد الصحاف من وزارة الخارجية. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا دكتور. أريد أعرف أكو حد لهذا الموضوع؟ يوميا طالع لنا شخص، يوم سلوان، يوم مجموعة بالدنمارك، حرق القرآن الكريم والعلم العراقي، أكو حد لهذا الموضوع؟ الخارجية العراقية اتخذت مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى تلخصت بالإبداع عن الموقف البروتوكولي المقرر في حوادث كهذه، فأصدرت البيانات بالإدانة والاستنكار وبعبارات مشددة ومكررة، ودعت المجتمع الدولي إلى أخذ أدواره على مستوى مراجعة التشريعات في هذا الجانب وعدم ازدراء مشاعر نحو ملياري مسلم حول العالم. وأشارت الوزارة في العديد من بياناتها إلى أن قرارات دولية وصكوك دولية صدرت لتجريم معاداة الثانية حول العالم، وبهذا الشكل لابد للقرارات أن تكون على نحو متساوٍ ودون تمييز على أساس الدين والعرق والجغرافية ونحو ذلك. وبهذا الشكل ليكون الإسلام أيضا في قدم المساواة على مستوى التشريعات وعلى مستوى حفظ الرموز والمقدسات للديانات والجماعات الدينية الأخرى في العالم. ما هي هذه القرارات دكتور أحمد؟ القرار الذي صدر على مجلس حقوق الإنسان في جنيف يدعو لمواجهة العنف والكراهية والتطرف، ثم أن رسالة الأمين العام الجوابية التي أعدها جوابا على رسالة للمرجعية الدينية العليا أشار فيها إلى حكمة المرجعية في اتخاذها الكثير من المواقف في حفظ الوحدة والاعتدال وترصيد التعايش، كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الأمم المتحدة وعبر هيئاتها تحث جميع الدول على مراجعة التشريعات الداخلية لها والالتزام بما يعزز الوحدة والسلم والتعايش بين أبناء الإنسانية في مختلف المجتمعات. زين. البيانات أيضا صدرت من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، وسبق للخارجية العراقية أيضا أن دعت منظمة التعاون الإسلامي لمرتين متتاليتين لعقد اجتماع طارئ رفيع المستوى بالمستوى الوزاري، واستجابت الأمانة العامة للمنظمة، وسيعقد الاجتماع الطارئ على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في 31 من الشهر الجاري، بمعنى أن هناك استجابة لمسار واضح داخل منظمة التعاون الإسلامي لدعوة من العراق، ثم الجامعة العربية في ذات المسار، والبيان أيضا صدر عن الاتحاد الأوروبي في إدانة أعمال كهذه من شأنها أن تهدد السلم والتعايش المجتمعيين حول العالم، وكذلك الموقف الذي صدر عن الممثل الثاني لتحالف الحضارات. إذن نحن اليوم بإزاء موقف دولي يدعو إلى نبذ العنف والكراهية والتطرف وعدم السماح لهذه الأعمال الممنهجة الشائنة بالتكرار لوضع حد لها من خلال مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا. زين دكتور، ما أريد أطلع عليك أكثر، عندي سؤالين. السؤال الأول، هل لا زالت العلاقة الدبلوماسية بين العراق والسويد منقطعة؟ وأيضا هل هنالك ممكن أنه إحنا نقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدنمارك؟ شفنا إحنا بالفيديوهات والصور أنه مجموعة في الدنمارك أمام السفارة العراقية. هذا الأسئلة اللي عندي. عملا بتوجيهات دولة الرئيس محمد الشياع السوداني والتزاما للقواعد الإجرائية لوزارة الخارجية العراقية، فقد تم الطلب إلى سفارة مملكة السويد في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، وكذلك تم سحب القائم بالأعمال العراقي في مملكة السويد، كما أن السيد الوزير فؤاد حسين تلقى اتصالا من نظيره السويدي أبدأ اعتذار حكومة بلاده وأبدأ التنديد والاستنكار وبأشد العبارات لأفعال كهذه، فيما أكد أيضا أن الحكومة الدنماركية لن تسمح بأي عمل يمكن أن يكون ممنهجا يزدري مشاعر المسلمين ويوجه الإساءة لرموزها. شكرا جزيلا الدكتور أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، شكرا جزيلا لك على التوضيحات اللي ذكرتها.
هذه هي التوضيحات مشاهدينا الكرام اللي شفناها وسمعناها، انه ممكن انه احنا قطعنا العلاقات مع السويد، وايضا اعتذار من الدنمارك. جماعة دنماركية تقدم على حرق المصحف الكريم والعلم العراقي. أثير يقول ذولا اللي يدعون الحرية ويدعون الديمقراطية سياب، نتمنى نوصلكم يا سفلة. أنت بالنهاية أنت توصل له واحد تافه، المفروض دولة السويد اللي هو اللي جاي تحمي هي اللي تسلمه للقضاء العراقي. سلوان يقول سبحان الله المدافع الوحيد عن القرآن هو العراقي، وهذا شرف كبير. أما أبو جهاد يقول وكأن القرآن عراقي، الحمد لله على هذه النعمة. تعليق من أم إلين تقول دخيلك ربي هذا آخر الزمان، اللهم أجرنا من الفتن، حسبنا الله ونعم الوكيل. آخر تعليق من منتظر يقول علامات الساعة، اللهم ثبتنا على دينك وأحسن خاتمتنا. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس، اللي هو موضوع حرق المصحف الشريف القرآن الكريم وأيضا العلم العراقي في الدنمارك ومن قبلها بالسويد. موضوعنا الثاني في هذه الحلقة هو ليالي شهر محرم الحرام، ومع اقترابنا من أيام العاشر من محرم الحرام، مثل ما تعرفون أنه إحنا بكل سنة في ليلة العاشر من محرم وركضة طويريج وملايين الزوار تتوافد إلى مدينة كربلاء المقدسة، وأكيد كل هذه الشعار تحتاج إلى جهد أمني عالي من وزارة الداخلية العراقية. لذلك إحنا نريد اليوم نوضح لكم وأيضا نبين لكم هواي أمور عن هذا الموضوع. أعتقد عندنا اتصال هاتفي إن شاء الله يجهز وأيضا نسولف عن هذا الموضوع. خلي نشوفكم بعض المواضيع حول الزيارة، زيارة العاشر من محرم الحرام. من العتبة الحسينية المقدسة صورة من الأعلى للحرمين الشريفين، سلام عليك فأنت السلام وإن كنت مختضبا بالدماء، هذه صورة من الطائرة. وأيضا صورة لي يوم القاسم بن الحسن الإمام، أن تنكروني فأنا ابن الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذه الأيام هنالك شعائر أيضا مثل ما تعرفون، وأيام كل يوم هنالك ذكرى أليمة. يوم السابع من محرم الحرام واستشهاد أبو الفضل العباس، يعني اللي قمر بن هاشم اللي ما أعرف، يعني أشجع واحد من أشجع الرجال بالتاريخ اللي دافع عن أخيه سيد الشهداء الإمام الحسين وعن السيدة زينب وعن باقي المسلمين والمؤمنين اللي كانوا في المعركة. وأيضا صور أخرى عديدة وقاسماه من كربلاء الحسين، من كربلاء المقدسة. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، نعم الصابر والمجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه. هذه المواضيع من ليلة أو يوم الإمام العباس عليه السلام. مواضيع كثيرة أيضا، يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. طبعا كان ممكن أنه ينضم لنا اللواء خالد المحنة عبر الهاتف ليوضحنا أكثر ويطلعنا على آخر التفاصيل والمستجدات الأمنية اللي بالزيارة. فإن شاء الله يعني إحنا نعذرهم لأنه مثل ما تعرفون أكولود، والله يساعدهم يعني. لكن إن شاء الله أيضا نأمل لكم اتصالات هاتفية أكثر عن هذا الموضوع، بما أنه أكو جهود صحية وخدمية أيضا راح نطلعكم عليها، لأن مثل ما تعرفون هذه الشعائر هي يعني ملايين الزوار تجي فتلبية حاجاتهم ونشوفهم مش بيهم ما بيهم واطمئنان على صحتهم. كل هذه الأمور تهمنا. فأيضا الكثير من المواضيع اللي احنا راح نشوفها، ووزارة الصحة أيضا
عندها دور كلش كبير بتغطية هذه الزيارات، وأيضا مفارس طبية منتشرة كثيرة وتوعوية، وإحنا مثل ما نشوفها كل سنة منتشرة على الطريق طول الطريق يعني من كل المحافظات. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ الدكتور فاضل عقلة الربيعي، موجود مخرجنا. أهلا وسهلا أستاذ فاضل، تسمعني دكتور؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله دكتور. أريد من عندك تطلعنا على آخر التفاصيل واللي تقوم بها وزارة الصحة وأيضا من المفارز الطبية، شنو استعداداتكم لهذه الزيارة، المفارز الطبية، احكي لنا أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعدادات هي بدأت منذ بداية المحرم، والتتوج هي في يوم العاشر. الاستعدادات على مستويين، يعني هي مثل ما تعرف اكو مستوى امني واكو مستوى خدمي. اكيد. والمستوى الخدمي اذا نتقسم على مستويات، المستوى الصحي هو واحد من هذه المستويات. الدور الرئيسي راح يكون الدائره الصحه في كربلاء، اللي هي متكفله بالموضوع بحوالي 100 سياره اسعاف، والعتبتين المقدستين، العتبه الحسينيه والعتبه العباسيه، بالاضافه للمستشفيات اللي هي مجهزه. مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة دعمت دائرة صحة كربلاء والعتبتين ب 20 سيارة إسعاف ومستشفيين متنقلين و100 من الكوادر المتخصصة في عمليات الضماد وخياطة الجروح ومعالجة الأزمات. زين. وجود أطباء اختصاص في طب الطوارئ بحدود 10 متوزعين في داخل المنطقة القديمة. دكتور، هذه التفاصيل المهمة اللي حشيت، طبعا بالبداية احنا نشكر جهودكم اكيد. هذه كل زيارة تكون موجودة، احيانا دكتور في زيارة عن زيارة تختلف الاعداد، انتم عندكم يعني دراية وتحضير لهذا الموضوع انه ممكن تزداد الاعداد فنحتاج اكثر عدد من المفارز، اكثر عدد من الاطباء، اكثر عدد من المواد الاولية او الاسعافات الاولية؟ نعم، احنا يعني اللي موفرين اكثر من المطلوب، يعني مثل ما تعرف لكل 10,000 نسمه سياره اسعاف، فبالتالي عدد الاسعافات المتوفره ما يغطي 3 مليون، العدد المتوقع للزياره 2.5 مليون. الاحداث اللي موجوده المتوقعه انه عمليات يعني خياطه الجروح والضماد و من هذا القبيل. الكوادر الموجودة داخل المنطقة القديمة تتجاوز 2000 منتسب من مختلف الاختصاصات. هذول 2000 منتسب بإمكانهم أن يسيطرون، بالإضافة إلى وجود مستشفى سفير الحسين، مستشفى زين العابدين قريب، المستشفيين المتنقلين مع مديرية العمليات بكافة كوادرها أيضا موجودة قريبة. هاي ما يخص سيارة 10، أما زيارة 40 بعد سيارات الإسعاف يصل إلى 3000 سيارة إسعاف، وعدد العاملين يعبر 100,000. ما شاء الله، لكل حادث حديث. زين دكتور، أكو تعاون بينكم وبين المواكب بهذا الموضوع؟ المواكب الحسينية تدري هي لها الدور الرئيسي في تقديم الخدمة. احنا دائما نلتقي انه الخدمة الصحية تحت مظلة الصحة حقا. أكيد. يعني حياة الناس. طبعا. دكتور أنا أشكرك الشكر الجزيل على هذه التوضيحات اللي طلعتنا عليها، وأطلعت السادة المشاهدين أنه ما شاء الله كل 10,000 كيلومتر سيارة إسعاف، وأيضا عدد كبير من الأطباء وهواي أمور وعلاجات ومواد أولية وكثير كثير من الأمور يعني لخدمة الزائرين زوار العاشر من المحرم الحرام. خلينا نشوف ايضا نستكمل حلقتنا ونشوف مواضيع. طبعا اكيد مثل ما تعرفون مشاهدينا الكرام، الخطه الامنيه مهمه، الخطه او التحضير الصحي من قبل وزاره الصحه مهمه، ايضا الموضوع النقل، وزاره النقل ايضا عندها كثير من الامور اللي ممكن تساعد بيها، يعني مثلا توفر سيارات، توفر باصات معينة للزوار، وأيضا الخطة الأمنية، القطوعات وين راح تصير، السيارة وين توصل، كثير كثير من الأمور اللي ممكن إحنا نطلع عليها. أيضا لدينا صور من هذا الموضوع.
نشرت العتبة الحسينية المقدسة أيضا موضوع تقول بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 طن يوميا توزع على المواكب والمواطنين مجانا، قسم الصيانة يشغل معملا جديدا لإنتاج الثلج. طبعا مشاهدين الكرام انضم إلنا اللواء الركن اللواء خالد المحنة المتحدث باسم وزارة الداخلية، حياك الله سيادة اللواء. اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك والى جمهورنا الكريم. طبعا عظم الله اجورنا واجوركم بهذه الليالي الأليمة والذكرى الأليمة. سيادة اللواء اريد نعرف الخطة الأمنية. طبعا بالبداية نشكركم ايضا، كل سنة جهودكم مباركة في هذا الموضوع. اريد نعرف الخطة الأمنية، يعني اكو قطوعات، الشغلات اللي تم توفيرها لإراحة الزائرين. نعم، هو الحقيقة كانت هنالك استعدادات واستحضارات عديدة سبقة الخطط الأمنية بفترات زمنية طويلة. كانت هنالك اجتماعات وزيارات ميدانية للسيد وزير الداخلية وإشراف على كافة المراحل لتأمين الزيارة، ابتداء من العمليات الاستباقية اللي جرت في مناطق مختلفة، وكذلك متابعة الجهد الخدمي مع المؤسسات الخدمية، لأن هنالك تعاون كبير ما بين الخطط الأمنية عادة والخطط الخدمية وتنسيق واسع. أيضا كان هنالك جهد في موضوع الجانب التوعوي اللي تقوم به بعض تشكيلات وزارة الداخلية وتمرير رسائل وزارة الداخلية للجمهور، وخاصة فيما يتعلق توفر الحس الأمني لدى المواطنين ولدى أصحاب المواكب الحسينية على الأخص، وعدم تصديق الشائعات التي قد تحدث، عدم حمل الأسلحة بمختلف أنواعها، عدم التدافع، يعني كثير من الجوانب يعني كانت. أيضا كان هنالك تعزيز إلى القطاعات، خاصة يعني مفارز المرور، مفارز الدفاع المدني وغيرها. ويعني دخلت الخطة حيز التنفيذ، والآن القوة هي في واجب الإنذار، والجميع يعني متكاتف من أجل إنجاح هذه الزيارة. زين سيادة اللواء، أريد أعرف أكو قطوعات ممكن تصير في مدينة كربلاء؟ يعني مثلا المواطن الكريم الزائر اللي راح بسيارته، وين حده، وين يوصل؟ فقط نريد نستفهم هذه المواضيع. يعني هو ما يميز هذا العام راح تكون هنالك انسيابية أكثر، قطوعات أقل، وصول المركبات إلى مناطق قريبة، كل هذه الأمور راح تكون بشكل ميسر أكثر من كل عام. طبعا نشكرك الشكر الجزيل سيادة اللواء على هذه المعلومات والإيضاحات الكريمة اللي ذكرتها من خلال برنامجنا، برنامج الوسم وقناة الأيام الفضائية. طبعا مشاهدين الكرام، هذه الأمور اللي تحدث بها مشكورا سيادة اللواء خالد المحنة المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أنه اليوم راح تكون انسيابية أكثر، ماكو قطوعات كثيرة في هذه الزيارة، كل هذه المواضيع أكيد هي من أجل إراحة الزائرين. نرجع نستكمل موضوعنا، 70 طن يوميا معمل لإنتاج الثلج. طبعا مثل ما تعرفون الثلج هذه الأيام حرارة مرتفعة جدا، لذلك الثلج راح يكون عمود هذه الأيام، يستخدم لأشياء كثيرة. أيضا جلال يقول اللهم صل على محمد وآل محمد يا حسين. أبو أحمد يقول موفقين والله يحفظكم. أما عبد الرضا يقول موفقين. أمجد لطيف يقول موفقين إن شاء الله. أيضا لدينا موضوع آخر اللي هو موضوع كاميرات المراقبة، وأيضا الخطة الأمنية اللي تتبعها العتبة الحسينية المقدسة. تم خلالها استخدام 1800 كاميرا حديثة، قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية يكشف عن خطته الخاصة بزيارة عاشوراء. خلينا نعرف شنو هاي الخطة الخاصة بزيارة عاشوراء. يقول كشفت قسم
حفظ النظام التابع للأتباع الحسينية المقدسة على المباشرة بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالعشرة الأولى من شهر محرم الحرام، مبينا مشاركة أكثر من 5000 متطوع فيها. وقال رئيس القسم المهندس رسول ضال في حديث الموقع الرسمي أنه تم تشكيل غرفة عمليات وبالتنسيق مع جميع أقسام وملاكات العتبة الحسينية لتأمين زيارة عاشوراء المليونية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في العتبة العباسية وأقسام منطقة ما بين الحرمين الشريفين من أجل حماية وسلامة الزائرين والوافدين لأداء زيارة مرقد الإمام الحسين عليه السلام. وأضاف أن هناك تنسيقا كبيرا مع الجهات الأمنية من قيادة الشرطة وعمليات كربلاء وقيادة القوات المشتركة وغيرها. أشركنا أكثر من 5000 متطوع للمساهمة في تنفيذ الخطة الأمنية، حيث تم توزيعهم على الأبواب الداخلية للحرم الحسين الشريف، فضلا عن مداخل ومخارج السيطرات القريبة من مرقد الإمام الحسين عليه السلام. وبين لدينا أجهزة ذات تقنيات حديثة تم تنصيبها ووضعها على جميع أبواب الصحن الحسين الشريف، إضافة إلى استخدام السونار المتطور لكشف أي جسم غريب إذا تم وضعه داخل الحقائب أو العربات أو العجلات، فيما تم تفعيل منظومة الكاميرات الحرارية المتطورة والتي يبلغ عددها أكثر من 1800 كاميرا تم توزيعها على جميع مداخل ومخارج المدينة القديمة. يذكر أن العتبة الحسينية المقدسة قد استنفرت وسخرت جميع إمكانيات أقسامها ومستشفياتها، فضلاً عن أقسامها الأمنية والخدمية، من أجل تقديم أفضل الخدمات للزائرين والوافدين إلى مدينة كربلاء لإحياء ذكرى واقعة الطف الأليمة في العاشر من محرم الحرام. طبعاً 1800 كاميرا ب 5000 متطوع، جهد أمني كبير جداً من قبل العتبة الحسينية. مثل ما شفتوا 1800 كاميرا، كاميرات حرارية، أي جسم غريب تلتقطه. أيضا عندنا موضوع آخر، مثل ما تعرفون الأطفال الصغار دائما نعلمهم على حب آل البيت، نعلمهم على ناخذهم من إحنا صغار، إحنا صغار وهن يأخذونا للزيارات النجف، كربلاء، الكاظم، هواي زيارات نروح. هذا الموضوع أيضا أكو توعية بهذا الموضوع، وشفناها توعية جميلة طبعا من أيضا العتبة الحسينية. يقول شهر محرم الحرام نحو تربية حسينية للناشئة. في هذا الموضوع راح نبين لكم شغلات حلوة بهذا الموضوع. يقول أولا نحو تربية حسينية للناشئة، لا تغفلوا عن الاستعانة بأبنائكم وإشراكهم في العمل على نشر أي نوع من أنواع معالم الحزن والعزاء الحسيني، مثل تعليق السواد ونصب الرايات وغيرها، سواء في الهيئات والحسينيات والمساجد أو في البيت أو أعلى الباب ولو باليسر، وعاملوهم بالحسنى، وكلما أكملوا عملية شجعوهم واشكروهم بعبارات مثل بارك الله بيك، مأجور أجرك على الحسين عليه السلام وغيرها. طبعا هذا الموضوع للأطفال اللي مثل ما تعرفون دائما احنا معروفين بهذا الموضوع، من هو صغير نربيه، وأيضا الأسماء حسين، علي، حسن، عباس، محمد، كل هذه الأسماء. اثنين، لا تستكثروا مشورتهم في بعض المسائل كاختيار نوع من الضيافة أو اختيار لوحة حسينية أو راية أو موضع تعليق الراية أو اللوحة وما شابه، واعملوا ولو لمرة بمقترحهم وأشيدوا بهم تشجيعا لهم، ولا تغفلوا عن شكرهم وتشجيعهم. موضوع جميل طبعا، مثل ما تعرفون صورة كرتونية وكلام، هذا يساعد أيضا على الاستيعاب. اصطحبوا أبناءكم معكم إلى المجالس الحسينية والبسوهم السواد، ولا تضجروا من تصرفاتهم، بل علموهم واخبروهم أنكم ذاهبون إلى العزاء لمواساة أهل البيت عليهم السلام، فيجب الالتزام بأخلاقيات العزاء، وحينما يتكلم الخطيب انصتوا له، وحينما يقرأ الخطيب
المصيبة والنعي، ابكوا أو تباكوا فأبناءكم ينظرون إليكم وسيتعلمون منكم. يعني أخذوهم للمجالس، وبالفعل إحنا نشوف كثير من الآباء وحتى الأمهات تأخذ البنات الصغار، والآباء يأخذون أبنائهم أيضا وياهم للمجالس. اشركوا أبنائكم واستعينوا بهم في تجهيز وتقديم الطعام والماء والشاي أو أي شيء يقدم للثواب. ثم تعرفون بالمجالس والمواكب أكو ثواب، ماي، شاي، أكل، كثير من الأمور اللي تتقدم، وتقديم الطعام، وأيضا يقدم للثواب في مجالس الحسين عليه السلام في البيوت أو الهيئات والحسينيات والمساجد. واشركوهم في عمليات التنظيف وما شابه، ولا تتركوهم يفعلوا ذلك لوحدهم فهي دروس تطبيقية. ليرى أبناءكم فيكم الحفاظ على حرمة شهر محرم وخاصة الأيام العشرة الأولى منه، وليكون الحزن على الحسين عليه السلام هو سيد الموقف. واتركوا السعي في الحوائج غير الضرورية، واتركوا الحديث في غير الحسين عليه السلام، فهذا العمل هو اقتداء بما كان يفعله الأئمة. أيضا عندنا اقرأوا زيارة عاشوراء في بيوتكم وبحضورهم، ومن يحفظ عدة أبيات من النعي فليقرأها، وإن تمكن من إقامة مجلس مختصر فليفعل ذلك. وشجعوا أولادكم على قراءة الزيارة بأنفسهم تدريجيا أو قراءة النعي أو قراءة الردة الحسينية. تحدثوا لأولادكم عن ذكرياتكم الطيبة في المجالس الحسينية والخدمة الحسينية، وتحدثوا لهم عن محنة أتباع أهل البيت في إقامة مجالس العزاء والزيارة في مختلف الأزمنة، سيما في زمن الطاغية. ثم تعرفون لا نقدر نسوي موكب، لا نقدر نروح مشي، لا نقدر نزور ذاك الزمن، زمن هدام، فيجب علينا عدم نسيان تلك المحن. قبل الأخير، استثمروا التقنية في تشغيل أفلام تمثيل واقعة الطف أو التي تحاكي بعض أحداثها، فلذلك أثر كبير في جعلهم قادرين على الشعور والإحساس بالمصيبة. أخيرا، علموهم على إدارة تكيات ومواكب صغيرة مع أصدقائهم، وليقوموا بأعمال الخدمة فيها بأنفسهم وبإشرافكم وإرشادكم، وارشدوهم إلى التخلق بأخلاق الخدمة والعزاء. مرات يعني تشوف في هذه الأيام، أيام شهر محرم، تشوف أطفال بالباب، تجي تفوت أنت رايح للشغل، رايح عندك شغلة شيء، تلقي أطفال مسوين موكب صغير بالباب، مجموعة أطفال، هذا الجاي بالكعك، هذا الجاي بالشاي، هذا الجاي بالمي، يوزعون، والرايح والجاي يوزعون، وهذا مطلع لهم مسجل، لو 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 سماعهم شغلين يعني قصائد حسينية. موضوع جميل جدا. هذا كان بعض من الشغلات اللي شفناها وياكم في فقرة فيس تو فيس، مواضيع عديدة جدا. مشاهدي الكرام، فاصل قصير وفقرة الترند تيوب، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد في فقرة الترند تيوب، حيث الفيديوهات اللي تنتشر بصورة كبيرة في هذا الشهر. يوم أمس انتشر فيديو بشكل كبير جدا، فيديو يتحدث عن كربلاء بأجمعها. الفيديو من تصوير مصور عراقي شاب اسمه محمد عدنان. الفيديو جميل جدا، خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع نسولف. أيضا فيديو عظيم جدا لكربلاء المقدسة. كل الشكر والتقدير للمصور العراقي المبدع محمد عدنان وكل من ساهم في هذا العمل وأنجز هذا العمل الكبير. صور حلوة ولقطات جميلة جدا، ويا كل لقطة اكو صوت معين، تخيل انت لابس سماعات وتسمع، يعني كل لقطة بهذا الفيديو هي تتكلم، كل
فريمه بهذا الفيديو هي تحكي تعبر لك عن موضوع كبير جدا، اختصار كبير جدا. هذا الفيديو انتشر بصوره كبيره جدا واصبح ترند في مواقع التواصل الاجتماعي من حيث نشر الفيديو الى حد هذه الساعات. فيديو جميل جدا، خلينا نشوف التعليقات حول هذا الفيديو. يقول محمد: أسألكم الدعاء والزيارة، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، قلتكم نيابة عن صاحب الزمان وأهل البيت عليهم السلام، وعن الأنبياء والأوصياء وعباد الله الصالحين والشهداء أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وعن أمواتنا جميعا، وعن والدي وصلت رحمي وإخواني وأخواتي وأقربائي، وعني وعن أهل بيتي قربة إلى الله تعالى. الله يوفقكم إن شاء الله. يا حسين يا حسين، يقول: السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته. محمد المالك يقول: عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. سعد يقول: ما شاء الله تبارك الرحمن، أحسنتم وبارك الله فيكم في ميزان حسناتكم. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي انتشر مثل ما قلت لكم بصورة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي من يوم أمس لحد هذا اليوم. أيضا فيديو آخر انتشر بصورة كبيرة كان في يوم السابع من محرم اللي هو يوم الإمام العباس، قمر بني هاشم، قمر العشيرة. خلينا نشوف الفيديو. طبعا رحم الله الرادود الحسيني حمزة الصغير، وهذا الصوت اللي ذكرنا بأجواء محرم الحرام، يعني شكل أجواء الحزن، يعني الصوت هذا يعني ما شاء الله، يعني الله يرحمه مات من سنوات وبقى هذا الصوت، وبقت يعني صوت خالد، يعني هذا اللي يسير بطريق أبا عبد الله الحسين بنية صادقة وخالصة إلى أهل البيت. يعني فيديو حلو وصوت يعني الرادود المرحوم حمزة الصغير، يعني ولو هذا خلينا نقول يجسد جزء بسيط من التاريخ، جزء بسيط من التاريخ اللي يعني تحمله هذه المعركة، معركة أليمة. يعني السلام عليك يا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس. خلينا نشوف إذا كانت أكو تعليقات حول هذا الفيديو. علي مهدي يقول: السلام عليك يا مقطوع الكفين، السلام عليك يا حامل لواء الحسين، السلام عليك يا ساقي العطاشة، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا حامي خدر العقيلة، يا عباس السلام عليك يا سيدي أبا الفضل، يوم ولدت في بيت الإمامة، السلام عليك يوم عرجت روحك إلى السماء مقطوع اليدين، السلام عليك يوم تبعث حيا، اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، اسم القمر معروف بس هو عباس، صعب تلقى الوفة ما بين هالناس، لأن راح الوفة من راح عباس، سلام الله على مولانا أبو الفضل العباس، عظم الله أجركم وأحسن الله لكم العزاء والمواساة باستشهاد مولانا العباس. حسين يقول: عظم الله أجركم وأحسن الله لكم العزاء بهذا المصاب الجلل. الشيخ محمد يقول: عظم الله أجورنا وأجوركم. أما سالم يقول: وعباساه وعباساه، عظم الله أجوركم وأجورنا وأحسن الله عزاءكم مأجورين. آخر تعليق من غصون تقول: عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن لكم العزاء ولكم الأجر والثواب. هذا آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي أيضا استعرضنا على حضراتكم. الفيديوهات اللي جاية هي فيديوهات مهمة للاطلاع عليها من قبل الزائرين وأيضا من قبل الناس اللي بعدها ما رايحة للزيارة وما متوجهة، والناس اللي هي هناك من هسه. خلينا نشوف هذا الفيديو بالبداية. طبعا هذا الفيديو من العتبة العباسية المقدسة
فيديو تم انتاجه بالكثير من التوضيحات والامور اللي ايضا شفناها وشوفناها ايضا لكم مشاهدين الكرام اللي راح تروحون للزيارة، واللي ما تقدرون ترحون واكو من ينوب عنكم ايام هذه ايام أليمة. الله يتقبل اعمالكم وطاعاتكم، وحفظكم الله وحفظ كل خدمة الامام الحسين عليه السلام. يعني من نشوف هاي المجالس والمواكب، يعني ما نقدر والله، واحد الكلام يعني اللسان يعجز عن الوصف. ان شاء الله كل سنة احنا في هذا الطريق، طريق الامام الحسين عليه السلام، طريق اهل البيت عليهم السلام. مشاهدين الكرام، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى نلتقيكم في الحلقة القادمة، نقولكم في امان الله.